وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. حقيقة قبل بس ما أرحب بضيفي كابتن سمير عثمان النجم الكبير كابتن سمير عثمان، النهاردة كابتن سمير جايب لنا قنبلة قنبلة، حضراتكم هتسمعوا قد إيه النادي الأهلي. ها نكمل ولا حضرتك تقول؟ ازيك يا كابتن سمير؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. قنبله انت جبت قنبله معاك النهارده. والله يا كابتن اسلام يعني قنبله، عايزين نشد بس الفتيل ونرميها عشان الناس تفهم اللي بيقول لك الاهلي بيتجامل. بالظبط، احنا جايبينها عشان هل فعلا الاهلي بيتجامل ولا مش بيتجامل؟ لا بيتجامل يا كابتن، بيتجامل بصراحه. وباللي هقوله هنا النادي الاهلي يعني ايه ممكن تبقى فيه خطه احنا مش شايفينها فعلا. طبعا ضد النادي الاهلي احنا هنقول والناس هتحكم يا كابتن اسلام. طيب. بدايه طبعا انا بشكر اللي ساعدني في الاعداد دي، حكم اسمه محمد ربيع، ساعدني في حاجات كثيره فيها بصراحه. نعم. وبدايه برضو عاوز ابارك لمحمود ابو الرجال حكم المصري، هيلعب في كاس العالم القادم في بولندا ان شاء الله كحامل رايه كاس العالم تحت 20 سنه باذن الله. نقول بقى النقطه اللي احنا الف مبروك يا كابتن محمود، خلينا نخش على القنبله. اتفضل يا كابتن. بص يا كابتن، دوري المجموعات اللي بيلعب فيه النادي الاهلي متكونه من اربع فرق، مظبوط؟ مظبوط. النادي الاهلي بلده مصر. سيمبا تنزانيا. سوار من الجزائر، فيتا كلوب من الكونغو. مزبوط. يبقى عندنا اربع دول، مصر تنزانيا الجزائر الكونغو. تمام. عندنا ماتش مثلا سيمبا التنزاني وشبيبه القبائل سوار الجزائري، هل ينفع جهاد جريشة يحكمه؟ جهاد جريشة ما ينفعش يحكمه لانه مصري، وبالتالي من الممكن ان يكون هناك شبهه بعيدا عن اسم الكابتن جهاد جريشة يعني، ولكن بالزبط. العقل والمنطق بيقول كده، وعشان تحكي الحكم تحمي الحكم بتاعك. بالظبط. تمام. اما تكون لجنه الحكام الافريقيه عينت في مباراه سيمبا التنزاني وشبيبه سوار الجزائري حكم من كونغو الديمقراطيه اللي هو يتتبع لنادي ايه؟ فيتا كلوب. اوبا. نعيدها تاني. لا تاني يا كابتن، واحده واحده. شبيبه الثوره الجزائري وسيمبا التنزاني. سيمبا التنزاني في المباراه السابقه؟ في المباراه السابقه. السابقه على طول. السابقه اللي خلصت 2-0 لصالح شبيبه الثوار الجزائري. تمام؟ حكم من كونغو الديمقراطيه. تمام؟ طبعا ده مش موجوده في جميع الاعراف الدوليه ولا يتعمل. لا بس دي حصلت قبل كده ولا ما حصلتش؟ ما حصلتش طبعا يا كابتن، ما ينفعش انا حكم بلعب في دوري المجموعات اللي فيه اربع فرق بس بتتنافس اخلي حكم من الاربع فرق الموجوده جنسيته تتبع الاربع فرق، ما ينفعش. ما ينفعش. طبعاً. وتحديدا المباراه السابقه ما بين شبيبه الثوره الجزائري وسيمبا التنزاني، وسيمبا التنزاني الحكم كان حكم من الكونغو نيدال نيجابو، ودي احنا جايبينها من الفيكشرز. نيدال نيجابو. ودي نيدال نيجابو بالظبط. احنا نيجابو جايبينها من ايه يا كابتن؟ ده الفيكشرز اونلاين من الكاف اونلاين تشامبيونز ليج. هنلاقي الماتش بتاع جونز اللي هو الجزائري اللي هو الصوار الجزائري ضد سيمبا التنزاني، لو نزلنا تحت على الشاشه اللي هي على الشمال يا كابتن احنا معلمين عليها هتلاقي طاقم الحكام من كونغو الديمقراطيه الحكم نيدال نيجابي. طيب نيدال نيجابي ده من كونغو الديمقراطيه، عشان ممكن في ناس يقولوا لنا لا كونغو برازافيل، لا دي حاجه ثانيه. الاهلي بيلعب في الكونغو يمكن الاهلي بلد ثانيه بقى، بلده الكونغو. واللي ياكد الكلام بتاعنا يا كابتن بالظبط، واللي ياكد الكلام بتاعنا رحنا على الفيفا ليست اللي هي بتاعت كونغو الديمقراطيه وجبنا اسم الحكم برضو نجابو نادالا اللي هو قبل اللي هي الورقه الثانيه اللي جنبها يعني اللي على اليمين دي يا كابتن اسلام، دي الخاصه بتاعت الاتحاد الدولي، الحكم نجابو نادالا ده من كونغو الديمقراطيه، لعب ماتش الشبيب الثوار الجزائري ضد سيمبا التنزاني. وبالتالي ده يصب في مصلحه فيتا كلاب. طبعا. والدليل على كده الماتش ده خلص 2-0 فعلا لصالح شبيبه الثوره. شبيبه الثوره، بس في كان ضربه جزاء لصالح شبيبه الثوره ما اتحسبتش. قد تكون صح او قد تكون غلط. ممكن ضربه الجزاء دي ممكن تاثر على بتوع الجزائر وممكن تاثر برضو على النادي الاهلي في الترتيب. فطبعا ده شيء غريب جدا من لجنه الحكام الافريقيه. ليه انا بقول كده؟ ليه انا بقول كده؟ عشان ال 48 ساعه اللي فاتت كان في يعني هجوم بطريقه غير مباشره على حكم المباراه، وطالما انك بتعمل هجوم على حكم المباراه بطريقه غير مباشره ده ممكن يبقى بطريقه مباشره على الفرقه اللي بتلعب المباراه. طبعا في النهايه لجنه الحكام الرئيسيه في الاتحاد الافريقي لها مطلق الحريه في الاختيارات، ولكن احنا بنتكلم على مجامله النادي الاهلي، مالناش علاقه باي حاجه ثانيه. هنا مفيش بنتكلم الناس اللي بتتكلم عن مجامله النادي الاهلي باللي احنا قلناه يا كابتن اسلام، دي ما تبقاش في مجامله. انا لو اجامل ممكن في مجاملات طبعا احنا في غنى عنها تماما. تمام. بس انا بتكلم في نقطه في تعيين انك تحط حكم من الاربع دول المنافسه في المجموعه اللي بيلعب فيها النادي الاهلي، دي مش موجوده في اي حته في العالم. الدليل على اللي انا بقوله يا كابتن اسلام، في كاس العالم او امم افريقيا اول ما الفرق بتروح الدور 16 او الدور 8 يستبعد الحكام من الدوله. تخيل بقى انت اصلا الاربع فرق بس
جبت حكم من الاربع فرق اللي بيحكموا. الاهلي بيتجامل الحقيقه، الاهلي بيتجامل جامد جدا للاسف، بيتجامل يعني جامد جدا الحقيقه، عشان الناس بس تاخد بالها من هذا الموضوع. ولكن في النهايه لجنه الحكام الرئيسيه في الكاف لها مطلق الحريه في اختيار. والدليل على كده والدليل على كده انت عندك الحكم السوداني الفاضل محمد لعب ماتش اللي فات شبيبه القسطنطينيه الاسماعيلي يوم 2 مارس، حكم سوداني تمام. يوم 16 مارس هيلعب الاسماعيلي مع الافريقي التونسي، هو الحكم برضه هو الحكم فلجنه الحكام تختار زي ما هو، دي ما فيهاش مشكله اما قرر الحكم طالما انه ناجح. انما اللي انا في ناس بتعتمد على اختيار الحكم لطاقم التحكيم النهارده صادق السلمي حكم الساحه، تعتمد ان هو لعب ثلاث مباريات سابقه للنادي الاهلي، وبتقول ان هو يعني انا لا اقصد شيء ولكن انا بتكلم بشكل عام ان الكلام اللي بيتقال كده على صادق السلمي. طب ما انت عندك في حكم محمد حسيني الحكم السوداني لعب ماتشين الاسماعيلي، الحكم الغاني دانيال لاريا لعب ماتش الزمالك وناصر حسين داي يوم 13 فبراير، ونفس الحكم لعب بعد 20 يوم ماتش الزمالك وجورماهيا 10 مارس اللي هو اللي الزمالك كسب فيها دانيال لاريا، ده حكم دانيال دانيال لاريا الحكم الغاني لعب الزمالك وناصر حسين ضاي 13 فبراير، وبعدها بحوالي 17 يوم لعب الزمالك وجورمايا. مش مشكله ما يلعب على طول، اللي كسبهم من الزمالك ومش مشكله ما يلعب على طول طالما انه حكم طبعا ما فيش اي مشكله بالزبط. طبعا انما بتكلم في نقطه ثانيه، ما ينفعش حكم من دوله يلعب في نفس المجموعه الدوله بتاعته بينافس فيها. طيب هل بقى يا كابتن ده كلام محترم جدا وخلاص واحنا رمينا القنبله؟ تمام، شوف بقى القنبله دي هيحصل فيها ايه خلال الفتره اللي جايه. لكن ما يركزوا بس المفروض بالظبط كده. لكن انا برضه عايز اسال حضرتك سؤال، لو حضرتك كنت متعرض لحمله كحكم تمام ممنهجه واضحه جدا، ما اعرفش حضرتك خدت بالك منها ولا شفتها؟ اعتقد شفتها طبعا، عشان كده ركزنا في الحاجات دي. بقى لها يومين ثلاثه الحقيقه طالعه ان الحكم الصادق السلمي بيعمل كذا 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 كذا، وان هو حكم للنادي الاهلي ثلاث مباريات سابقه، وهناك شبهه كذا او كذا في وجوده كحكم للساحه في هذه المباراه. لو انت حكم ووصل لك الموضوع ده كله، هتفكر او كيف ستلعب مباراه غدا؟ بص يا كابتن اسلام، لو حكم عنده ثقه جامده جدا في ممكن تقول طاقم التحكيم الاول بس؟ طبعا طاقم التحكيم اللي هيدير مباراه الغد طاقم حكام من تونس بقاده صادق السلمي. صادق من الناس المرشحه في كاس العالم اللي جاي في قطر 2022، ومن ضمن الحكام المستوهم الفني يعني بيزداد مباراه بعد مباراه بعد مباراه، ولسه جاري اختبارات اللياقه البدنيه في قطر برضو، ونجح اختبارات المؤهله لكاس العالم، ومن ضمن حكام الكلاس A اللي هم الاليت A بتوع افريقيا، وهيلعب برضو ان شاء الله في افريقيا. اذا مفيش مشكله ان الحكم طالما من الكلاس A او الفئه الاولى في التحكيم ان هو يحكم ماتش واثنين وثلاثه واربعه للفرقه واحده، طبعا يلعب كل يوم كمان طالما ان هو ناجح. في مثل على الاسماعيلي حضرتك قلته، وفي مثل على الزمالك فاضل محمد حسين حكم السوداني لعب ماتشين الاسماعيلي ورا بعض، بس ده يوم 2 مارس و16 مارس، يعني الماتشين ورا بعض، يعني هو ممكن هيلعب اكتر من اللعيبه بتاعت الاسماعيلي. يعني ممكن المدرب يغير لعيب، انما الحكم السوداني ده هيلعب الماتشين. والحكم الغاني لعب ماتش الزمالك ناصر سنداي وجورماهيا اللي هو يوم 13 فبراير و10 مارس. ده بس ايه المطلوب؟ ده طبيعي طالما الحكم كويس بالظبط كده، بس مش طبيعي النقطه اللي احنا قلناها في الاول. تمام ان المطلوب من الحكم يا كابتن اسلام، لو هو واثق من نفسه ما يفكرش في الحاجات دي كلها. انما لا قدر الله لو غير كده، هو لو فكر وابتدى يقول انا الناس بتتكلم انا لعبت للاهلي كذا ماتش وممكن الناس تتكلم يجي على الاهلي، انا ما اعتقدش انه يقدر يعمل كده لسبب بسيط. ده واحد من حكام النخبه ايه عاوز يحافظ على اسمه، عاوز يروح كاس العالم. هو ده اللي انا قلته، هيلعب ماتش من افضل الماتشات اللي المفروض هيعملها في حياته باذن الله، لان لا يمكن يا كابتن اسلام انت هتجامل حد على حساب اسمك ولا حساب بلدك. بالظبط كده، انت واحد بيتطلع انه عاوز يروح امم افريقيا اللي جايه الخطوه اللي بعدها. انت سمعت اللي انت بتاعه ولا ايه؟ لا والله، هو بالظبط انا اصل قلت كده، قلت في حكم في الدنيا هيفضل مصلحه حد على مصلحته الشخصيه؟ لا يمكن. ان هو يلعب في بطوله امم افريقيا ويلعب في كاس العالم بعد كده ويلعب في كذا وفي كذا وفي كذا، خصوصا اذا كان من كلاس ايه. بالظبط، لا يمكن. وبرده عندنا برده من ضمن الحكام المقرره الحكم الاثيوبي اللي لعب ماتش الفاينل بين النادي الاهلي والترجي التونسي، هو اللي هيلعب مباراه السوبر الافريقي. واخد بالك برده هو ده هيلعب ماتشين ورا بعض لنفس الفرقه. فطالما الحكم مستوى كويس يلعب، يا رب يلعب كل يوم طالما مستواه الفني كويس يؤهله. فانا متوقع ان شاء الله ربنا يوفق صادق ان شاء الله يعمل مباراه كويسه. لان خلي بالك كما بتلعب مباراه في وقت زي ده صعبه طبعا، بترجع لامكانياتك والاتحاد الافريقي واثق فيه، وربنا يوفقه ان شاء الله. خلي بالك اصل كمان وجود فرقتين من شمال افريقيا ومن الجزائر ومصر تحديدا الحقيقه بيدي برضو
زخم على الرغم من قرب العلاقات ما بين البلدين وكل حاجة، ولكن في النهاية معروف دايما المباريات الشمال أفريقية، شمال أفريقية دي بتبقى مباريات حساسية وصعبة كرة في كرة القدم. يعني عارف يا كابتن، الواحد مستغرب ليه في الأيام اللي فاتت ان بين الفرق مصر وشمال أفريقيا الدنيا بقت هادية جدا، تمام، اما نحن نختلق مشاكل بقى عن طريق حكم او حكم لعب مره او مرتين، ملهاش لازمه دلوقتي. لا حضرتك كده خلي بالك، ممكن الحكم فعلا يغلط. طبعا ده اللي غلط برضه، كل الناس هتفتكر شفت احنا حذرنا، احنا قلنا لا، الكلام ده احنا مش عاوزين، يعني دونت كرييت بروبلم، ما تخلقش مشاكل. ما تخلقش بالظبط مشكله، ما تروحلهاش مشكله، جات لك حلها. انما الانسان اللي يروح لمشكله ده بيبقى عنده مشكله هو في حياته يعني. بالظبط، هي دي النقطه اللي انا بتكلم فيها، ان طاقم التحكيم محطوط تحت ضغط قوي جدا بعيدا عن النادي الاهلي. النادي الاهلي فجاه صحينا لقينا ان الحكم اصله حكم، وحضرتك قلت دلوقتي بالدليل ان في حكام حكموا لانديه مصريه تحديدا، كمان والإسماعيلي. لزمالك والاسماعيلي، وان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك يوم يوم الاحد ان شاء الله بعد مباراه النادي الاهلي بكره. طبعا الاسماعيلي خرج من البطوله الافريقيه، كنا نتمنى الحقيقه ان هو يكمل، لكن الاسماعيلي خرج. الاسماعيلي والزمالك الحقيقه برضو لعب لهم حكم لمباراتين متتاليتين، بتاع الاسماعيلي في اسبوع وبتاع الزمالك في 15 يوم. يا رب الزمالك يكسب والاسماعيلي يكسب والاهلي برضو يكسب باذن الله، لان في النهايه كله بيمثل مصر البلد. بصراحه بالظبط كده. اذا نعود بقى مره اخرى، الحقيقه انا مش هتكلم بقى في الموضوع ده تاني خلاص، حضراتكم شفتوا بالدليل القاطع، بالدليل القاطع ان هناك، طالما الحكم زي ما كابتن سمير قال لنا، طالما الحكم من كلاس A وبيشتغل والاتحاد الافريقي بيضع ثقته فيه، فممكن يلعب ماتش واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وعشره. لو هم 14 مباراه معروفين في دوري الابطال في افريقيا، اما كنت انا بلعب معرفش دلوقتي بقوا كام، 14 مباراه ممكن الحكم ياخد منهم 10، مفيش مشكله بالظبط لو مستواه الفني، لو مستواه الفني. وانت على ايامك كنت بتلعب، فكرك بالحكم الجزائري جمال حيمودي. جمال طبعا ده كل ماتش بتلاقيه موجود، مظبوط مستواه الفني مظبوط. دريمبا بتاع الجابون برضو على طول بيبقى موجود. زمان كان في تيسفاي بتاع اثيوبيا لعب اكتر من المصريين في استاد القاهره. فطالما المستوى الفني بيأهلك لك خلاص العب. ما تقعدوش بقى تتكوا على الموضوع ده، لان الموضوع ده انتهى خلاص. يعني احنا كده نهينا هذا الموضوع، وزي ما حضراتكم شفتوا انديه مصريه الزمالك والاسماعيلي حكم لهم حكام لمباراتين متتاليتين. اذا طاقم تحكيم سيحكم مباراه غدا الهامه جدا في الجوله السادسه من دوري او من دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا، النادي الاهلي وشبيبه الثوره الجزائري. كابتن الصادق السلمي من تونس، حكم مساعد عطيه بن ساعد من ليبيا، كابتن ايمن اسماعيل من تونس، كابتن سمير طاقم تحكيم تونسي، فيما عدا كابتن عطيه بن سعد. وحضرتك فهمتنا الاسبوع اللي فات ان ده طاقم بيتم تكوينه للعب في البطوله الافريقيه او في كاس العالم. تمام، والدليل على كده محمود ابو الرجال راح كاس العالم بولندا مع طاقم جزائري، مع طاقم جزائري، مع طاقم جزائري. والنهارده الطاقم التونسي معاه مساعد حكم ليبي. الطاقم بتاع محمد حسين معاه برضو واحد من المغرب. فهم الاتحاد الافريقي بيكون بالظبط يكمل مع بقى في الاختبارات وكل البطولات. يعني ده يلعب الماتشات دي، لو عنده ماتش مثلا تبع تصفيات كاس العالم هتلاقي هو الطقم الوحيد اللي بيتغير من الطقم هو الحكم الرابع فقط. انما الثلاثه بيلعبوا مع بعض، ليه يا كابتن؟ برضو بيخليهم يتعودوا مع بعض، يبقى في ايه هارموني كده على طول مع بعض، عشان يبقى في انسجام زي المدرب لما بيحب يثبت تشكيل الفرقه بتاعته. وبالتالي مفيش مشكله ان يبقى كابتن صادق من تونس وكابتن عطيه من ليبيا وكابتن ايمن اسماعيل من تونس. بالظبط كده، ده الطبيعي. ده الطبيعي يعني، عشان نفهم الناس كل الحاجه دلوقتي بيني وبينك، الواحد هو بيجي يتكلم يقول لك اصل ايه جايب لهم حكم من ليبيا وجايب لهم هو في المدرب من ليبيا وما اعرفش ايه، وتلاقي بالظبط كده. وفي الاخر الطاقم ده بيتم تكوينه بقالهم فتره مع بعض بيشتغلوا في حاجات كتير. ما هي بصراحه كابتن يعني احنا يعني موضوع بقى زياده عن اللزوم. مظبوط صح قوي. يعني انا اتذكر انا كان عندي ماتش قبل كده في الشامبيونز ليج بين الهلال والاتحاد الليبي، وساعتها كنا طاقم حكام مصري والاتحاد الليبي كان ماسكه كابتن انور سلامه. فوجئت في المؤتمر الصحفي اللي هو المؤتمر الفني ان هجوم ازاي يبقى حكم مصري يجي يحكم مباراه وفي كابتن انور سلامه ماسك في الاتحاد الليبي. يعني احنا بنعمل حوارات غريبه. يعني اعتقد يعني الدنيا تهدى. الدنيا اسهل من كده، لكن هو الحاجه الغريبه ان الموضوع اللي حضرتك اتكلمت في البدايه يعني بتحط حكم من بلد منافس، من بلد منافسه، هم اربع دول، اروح حاطط حكم موجود من الاربع دول ده المنافسه، طبعا دي سقطه كبيره جدا جدا، عدم تركيز بصراحه. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه انا حضرتك قلت ان في لا تكرار الحكم ده شيء طبيعي، ما فيهاش مشكله طالما ان الحكم ناجح. حكم ناجح هديله يوم ماتش وماتشين، والدليل الواضح عندنا
فاضل محمد حسين الحكم السوداني لعب ماتش الاسماعيلي الاسبوع اللي فات وهيلعب يوم 16 مارس الماتش الثاني. الحكم من غانا لعب ماتش للزمالك وجورمايا ولعب قبل كده الزمالك ونصر حسين ضاي قبلها ب 15 يوم. طالما الطقم الحكام ناجح نصر حسين ضاي اللي هو اتعادل فيه الزمالك هنا بالظبط طالما انه ناجح يلعب على طول مفيش مشكله. بس المفروض برضو انت ترفع برضو الضغط العصبي على الحكم. يعني انا واحد بعين حكام لازم اعرف الحكم ده لسه لاعب مباراه للفرقه استنى عليه مثلا اسبوعين ثلاثه العبه في مجموعه ثانيه لان عندنا مجموعات كثيره وبطولتين بطوله الشامبيونز ليج وبطوله الكونفدراليه يبقى في تنوع في القصه عشان ما بيفيش ضغط. الله يكون في عون الحكم التونسي صادق السلمي بس اهم حاجه ما يركزش وانا متاكد مش هيركز عشان هو عنده هدف اكبر من البطوله بتاعت افريقيا. البطوله الافريقيه دي ما تخليه لكاس العالم ما تخليه الام افريقيا كاس الام الافريقيه بالظبط. طيب هنطلع نشوف تقرير عن طاقم التحكيم ونرجع نكمل مع كابتن سمير عثمان. صافرة تونسية تدير لقاء الأهلي الهام والمرتقب أمام شبيبة الثورة الجزائري في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا، حيث أسند الاتحاد الإفريقي إدارة المباراة لطاقم تحكيم بقيادة تونسي صادق سلمي الذي ولد عام 1984. ظهر سلمي للمرة الأولى في مباريات الدوري التونسي للمحترفين عام 2013 وحصل على الشارة الدولية موسم 2016. يمتلك الحكم تاريخا لا بأس به حيث أدار 18 مباراة دولية أشهر خلالها 46 بطاقة صفراء وواحدة حمراء احتسب 6 ضربات جزاء. أدار في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 6 مباريات بداية من موسم 2015-2016 أشار خلالها البطاقة الصفراء 16 مرة والبطاقة الحمراء مرتين واحتسب ضربتي جزاء. ظهر الحكم التونسي في العديد من مباريات المنتخبات والأندية المصرية حيث أدار لقاء منتخب مصر ونظيره المغربي في تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحليين 2019 التي انتهت بفوز أسود الأطلس بنتيجة 3-1. ظهر للمرة الثانية في لقاء الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي في دور المجموعات وانتهى بفوز شياطين الحمر بثنائية نظيفة سجلها كل من ناصر ماهر وعلي معلول. أدار لقاء الأهلي وجيما أبا جيفارا الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2019 والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين من دون رد. سجل الحكم التونسي ظهوره الأول في مباريات الدوري الممتاز المصري هذا الموسم حيث أدار لقاء المقاولون العرب أمام بيراميدز والتي انتهت بفوز الأخير بهدف من دون رد. إجمالا أدار صادق السلمي 9 مباريات هذا الموسم أشهر خلالها 24 بطاقة صفراء وثلاث بطاقات حمراء واحتسب 3 ضربات جزاء. كابتن سمير اهم ما يميز هذا الطاقم ايه من وجهه نظرك؟ اول حاجه هو هادي تمام مش بيتسرع في الكروت الصفراء كابتن صادق بالظبط هادي في اتخاذ القرار بتاعته بس انا يعني بعيب عليه شويه برضو مستواه الفني برضو مش عالي للدرجه. يعني احنا لو نتذكر مباراه الاهلي والوصل الاماراتي
كان في ركله جزاء واضحه للناس كلها بغض النظر النتيجه. يعني احنا بنتكلم اداء حكم وايجابيات والميزات فيه، برده مستواه الفني برده ايه يعني عاوز شغل كتير. هو اللي يحميه سنه لسه صغير، والمباريات الكتيره اللي هيلعبها اتمنى له التوفيق باذن الله. يعني هو صاعد في الفتره القادمه. طبعا اما هو دخل القائمه الدوليه 2016 واحنا دلوقتي في 19، يعني سنتين ثلاثه ويبقى مرشح لكاس عالم 2022، ده كده ماشي صاروخ يعني والله. يعني طبعا كده عنده دعم جامد، دعم فني ودعم طبعًا برضو من الدوله. طبعا لما طبعا يعني لما طبعًا واحد دخل قائمه دوليه 2016 زيه مثلا زيه محمد معروف مثلا. محمد معروف دخل القائمه 2014 وهو فين؟ ملوش سلك في القائمه الدوليه. واحد لان انا شايف لو واحد زي محمد معروف مثلا خد الدعم بتاع صادق السالمي ده كان زمان معروف في كاس العالم مثلا. واحد من الحكام المصريين. انما 2016 اخش قائمه دوليه، في 2019 مرشح كاس عالم، ده انت سوبر. بس كمستوى فني لا ما توازنش طبعا. احنا عندنا حكامنا اعلى منه بكتير. انا طبعا انا اتمنى له التوفيق، بس انا بتكلم ككره. احنا اتفرجنا على صادق في مباريات كتيره من ضمنها عنده حاجات فنيه واضحه جدا كويسه يعني جدا. ونتمنى له بكره التوفيق ان شاء الله. طيب برضو يا كابتن، الاثنين حكام المساعدين الكابتن عطيه بن سعد وايمن اسماعيل، واحد كابتن عطيه من ليبيا والكابتن ايمن من تونس. اهم حاجه حضرتك شايفها فيهم ايه برضو؟ دول من افضل المساعدين الموجودين في القاره الافريقيه تمام، وهم بيلعبوا معاه المباريات اللي خارج تونس. انما مثلا المباريات الدوليه اللي خارج تونس، بس مباراه مثلا في الدوري المصري لا، بيجي طاقم حكام تونسي ما فيهوش المساعد الحكم الليبي. يعني هم لعبوا مباراتين اربع مباريات مع بعض السنه دي نفس الطاقم، وبرده دول ان شاء الله ربنا يوفقهم من الاطقم اللي مؤهله بقوه في امم افريقيا اللي هتتعمل في مصر ان شاء الله. هو بالكامل. هو ده الطقم. يعني لو شفنا صادق السلمي هنلاقي معاه عطيه بن سعد وايمن اسماعيل. هم هتلاقي حتى الصور هتلاقي متكرره معاهم. هتلاقيهم ان شاء الله ربنا يوفقهم في مباراه بكره، ويبقوا متواجدين في امم افريقيا باذن الله. طيب تنصح ايه بقى؟ تنصح بايه لعيبه النادي الاهلي؟ اول حاجه لازم طبعا الهدوء. اما تعترض على الحكم الاعتراض مش هيفيد، بس لازم برضو انت تبين للحكم انك متواجد. يعني انت واخد بالك ازاي يا كابتن؟ لازم انت يبقى الكلام مع الحكم. بص اللي احنا بنقوله ده مهم على فكره. طبعا ده ما يعني ما ينفعش اقوله لك بورقه وقلم، دي بالخبرات. يعني انا عشان كده بقول لك تلغي. يعني هو بالظبط ان انت بتعترض على الكلمه دي، لكن هي دي الطريقه، هي دي الكلمه ان انت اللي انت قلتها دي لعيب هو اللي يفهمها. بالظبط كده، لعيب هو اللي برافو عليك. لعيب هو فهمها في بدايه المباراه. الكلام مهم جدا. انا مش بتكلم للنادي الاهلي، كل الفرق كمان تمام. العلاقه الكويسه مع الحكم هي اللي بتساعدك طبعًا جدا في المباراه. هو مش يدي لك حاجه زياده عليك ولا حاجه ضدك، لمجرد ان انت بس انا متواجد. وشيء طبيعي ان الحكم ما يغلط تمام. بس انت لو عندك اعتراض بيبقى برضه باسلوب مهذب، بادي لانجوج، بطريقه كويسه، وربنا يوفقهم يا رب ان شاء الله. كيف يمكن الاعتراض على الحكم بطريقه مهذبه؟ خدها من بقك بقى، عايز اعرفها. ما هو انا عايز افهمها دي. يعني كيف يمكن الاعتراض ان انا اصل انا اروح احط ايدي ورا ظهري كده واقول له يا كابتن مش عارف ايه وبتاع؟ عارف انت إيه؟ الاسلوب ده كويس جدا فعلا. لما تروح الحكم وحاطط ايدك ورا ظهرك وانت بتكلمه هنا الحكم ما يقدرش يعمل لك حاجه. بس انت ممكن بتدي كلام بطريقه غير مباشره، بطريقه سم بس برضه في حدود الادب. يا كابتن لو سمحت يعني تاكد بس من الكره دي يا كابتن. بس هو حسب خلاص. انا بتكلم في اللعبه اللي بعدها. اللي بعد كده يعني انت بتلعب 90 دقيقه، حسب دلوقتي هتفضل ساكت؟ الكره هتقرب. لا انت روح له وكلمه. من ضمن الحكام اللعيب برضه اللعيب الذكي بيشوف شخصيه الحكم. انت ممكن تعرف شخصيه الحكم من اختياره للكوره. مين اللي بيختار الكوره؟ ولا نركز في الكوره بس؟ لازم في الاثنين. انا اتكلم بصراحه، انت طبعا لازم تركز كلعيب، بس لازم كابتن الفرقه برضه يبقى له متواجد. لازم متواجد. انا كابتن الفرقه ملوش اي اضافه عن بقيه اللاعبين، بس هو الممثل الرسمي مع الحكم، يعني خاصه في بدايه المباراه كان باسلوب كويس. بس باذن الله وربنا يوفقهم ان شاء الله. طيب كابتن سمير هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى ناخد الفقره الاخيره مع حضرتك، وهنتكلم فيها برضو عن طاقم التحكيم، ولكن بقى على الجانب الاخر، على جانب شبيبه الثوره الجزائري. نطلع فاصل ونرجع نتكلم مع كابتن سمير عثمان. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن سمير،
عايز اسال حضرتك برضو على الجانب الاخر، كيف يتعامل الحكم الصادق السلمي مع شبيبه الثوره الجزائريه في ظل هذه الاحداث وفي ظل ما يحدث؟ والعكس كيف هم يتعاملوا، كيف لاعبي، كيف يتعامل لاعبه شبيبه الثوره؟ بص، هم الفرقتين الاهلي والثوار الجزائري نازلين لهدف واحد، الاثنين عاوزين يكسبوا مع اداء مباراه قويه ومباراه جيده. تمام، هيبقى في ضغط معنوي على الحكم بخبره الحكم انه هيعدي المرحله دي، وان شاء الله هتبقى مباراه باذن الله. يحاول بس هو يمسك المباراه من اول 10 دقائق زي ما اتفقنا. مفتاح اي مباراه يا كابتن اسلام اول 10 دقائق، اول 15 دقيقه هي اللي بتفرق مع اداء الحكم طوال ال 90 دقيقه الباقيه. اتمنى التوفيق، يركز في كل كوره ان شاء الله عشان اسمه قبل اسم اي حد تاني على فكره. يعني يعني هو المفروض يلعب لاسمه، هدفه امم افريقيا ثم كاس عالم 2022 باذن الله. وهو ده دايما بيبقى هدف التحكيم. طبعا انا كحكم عاوز انجح، اسمي هو اللي ينجح، وبعد كده عشان الناس حتى اما تيجي تقابله في اي دوله تانية، احنا مش بنتكلم على نطاق حاجه محليه، في اي دوله تانية طبعا. لا خلاف يا كابتن اسلام، برضه احنا ناسيين نقطه ان المباراه خلاص بقى فيها عليها رقابه قويه جدا، سواء من الاتحاد القاري او الاتحاد الدولي، خاصه الحكام المرشح على كاس العالم. مباراة منقولة تلفزيونية، بيبقى ليها أكتر من مراقب في المباراة، مراقب لجنة الحكام ومراقب للمباراة. فطبعا أكيد مش هيبقى فيها إن شاء الله مشاكل بإذن الله. يعني إن شاء الله تتخيل أن هذا الطاقم يستطيع أن هو بكرة يعدي بالمباراة بشكل جيد؟ طبعا بخبرات الطاقم ده الموجودة صادق التونسي طبعا لازم يعدي إن شاء الله. نلعب مباراة أصعب من دي بكتير، فمباراة بالنسبة له إن شاء الله طبعا يعديها إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله نتمنى يا رب كل التوفيق لطاقم التحكيم في مباراة. نقطة بس أنا عاوز أوضحها. اتفضل. احنا عندنا في، عشان بس الجدل اللي هيثار بعد ما نخلص، عندنا في اتنين كونغو، كونغو ديمقراطيه ايوه اوكي، وكونغو برازافيل اللي هي زئير. احنا يا جماعه بنتكلم عن الكونغو الديمقراطيه اللي فيها فيتا كلوب الكونغولي، وفيها الحكم الادار المباراه بين الثوار الجزائري وسيمبا التنزاني. شبيبه الثوره الجزائريه وسيمبا التنزاني بالظبط، دي دوله ودي دوله. عشان انت ممكن في بعض الناس يقول لك في اتنين كونغو، لا احنا عارفين كويس قوي ان في اتنين كونغو، واحده اللي هي برازافيل وواحده تانية كونغو ديمقراطيه. احنا بنتكلم على الكونغو الديمقراطيه. التانية كونغو برازافيل دي اللي كانت زئير سابقا. فالناس يا ريت ايه برضو ايه يخشوا بقى على جوجل ماب كده ويشوفوا، هتلاقي العالم برضو مختلف بطريقه سهله جدا. خش على الفيفا ليست حكام الكونغو الديمقراطيه، انا بقول لكم بقى الطريقه الناس تخش عليه. يخش على الفيفا ليست، يخش على قائمه كونغو الديمقراطيه، هتلاقي اسم الحكم، يعمل سيف، وبعد كده يخش على الشامبيونز ليج في الفيكتشرز بتاع الشامبيونز ليج بتاع المباريات الكومبيتيشن، هيلاقي مباراه الثوار الجزائري وسيمبا التنزاني، هو الحكم الموجود اسمه في الفيفا ليست في الكونغو الديمقراطيه. عموما كل التوفيق لحكم مباراه غدا، نتمناها يا رب ان شاء الله تكون مباراه تليق باسم النادي الاهلي ونادي شبيبه الثوره الجزائري. انا بشكر حضرتك جدا يا كابتن سمير، دايما بتمتعنا الحقيقه كالعاده. شكرا كابتن سمير، كل التمنيات الطيبه لحضرتك وغدا ان شاء الله للنادي الاهلي. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هننتقل بقى الى الفقره الفنيه، فقره فنيه مهمه جدا 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 هنتكلم فيها مع ثلاثه من النجوم الكبار للنادي الاهلي ومنتخب مصر، و الحقيقه خلال فترات طويله جدا كلهم معظمهم، او كابتن ماهر وكابتن عادل وكابتن محمد حشيش، الثلاثه اشتغلوا مديرين فنيين. لكن هنتكلم معاهم عن النادي الاهلي وكيف سيلعب غدا النادي الاهلي، ايضا هنتكلم اكثر عن شبيبه الثوره الجزائري وكيف يستطيع النادي الاهلي الفوز على شبيبه الثوره الجزائري، نقاط الضعف نقاط القوه، كلام كتير جدا من الناحيه الفنيه مع نجومنا الكبار، نجم الكبير كابتن عادل طعيمه، نجم الكبير كابتن ماهر همام، نجم الكبير كابتن محمد حشيش بعد هذا الفصل.